تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، ولاية ولاية، قرية قرية، دار دار، دشرة دشرة، قصر قصر، في الجنوب الجزائري، في حلقة جديدة من برنامج مراسلون وتتابعنا فيه. الطين، القصبر، الكمون والكروية وأعشاب أخرى بديل ماما مولودة لعلاج الأطفال في ولاية أدرار. كنشلطو كنشلطو نحيس الليجا نتاع الصوف، نمسحو هذاك الدم اللي ساح ومن بعد نعاودلو. السبت والفجر شرطاني أساسيان عند عم إبراهيم لكي يقطع لك بو صفير. بعض الحوايج من بينها مثلا الكحة، القراجم نستعمله للشعر، نستعمله للجرح، حروق. إلى سوق هراس أين توجد الصخرة المقرقبة التي تحول بذور الذرو إلى زيت يداوي السعال الحاد والجروح البليغة وأمراض أخرى. ثلاثة أمراض يعاني منها الإنسان. يقبلني وني ما نهدرش، ما نطيقش نرقد في الليل. الرماد والقطران والدفلة مواد تستخدمها خالتي فاطمة من تيفازا لعلاج الحر والشقيقة والكزيمة. أهلا بكم من جديد، حلقة اليوم خاصة بالطب الشعبي في مختلف ولاية الوطن، والبداية من أدرار وبالضبط من بلدية فنوغيل لنتعرف على الحجة ما مولودة التي قاربت القرن لكنها ما زالت تداوي الأطفال الصغار من عديد الأمراض، منها اللي طايب فيه الحليب والحلاقم والذي تعرض إلى سقوط مفاجئ وأمراض أخرى. المهم الحاجة ما مولودة تستعين في عيادتها الخاصة بالطين والقصبر والكمون وحشائش واحدة أخرين، ولا يجد الطفل الصغير من طريقة للمقاومة بنة الحشائش إلا بالبكاء. مراسلنا رمضان معلم انتقل إليها وأعد لنا هذا الموضوع بصوت سليم حماتي. عبر هذا الطريق الوطني رقم 6 الرابط لمدينة أدرار برجان، قصدنا قرية ولاد مولاي الحسن دائرة فنوغيل بحثا عن امرأة قاربت القرن من عمرها لكنها ما تزال تداوي الأطفال بطريقة تقليدية. وصلنا إلى بيتها الموجود في هذا الزقاق الضيق. دخلنا المنزل فوجدنا هذه العجوز المعروفة بما مولودة في انتظارنا، ولأنها طبيبة المنطقة فأدوات العلاج حاضرة دائما في غرفة الاستقبال، خاصة الإناء الذي يحتوي على خلطة من عجين الطين وقارورة وضعت فيها سائل الأعشاب تستخدمه في الطبابة. انقله والقزبر والقزبر والكمون ولا زير ولا زير والزعفران والزعفور والمشكا والمشكا والسنبل والسنبلة والعنبر والعنبر والفاتح وكمل المهج. تبدأ أم مولودة بطلاء الطين على رأس الرضيع بمساعدة جارتها التي تحضر معها جلسات العلاج. بعد ذلك تقوم العجوز بفعل حركة أقرب منها إلى الجمباز، طبعا لحكمة تعرفها هي. بعدها تعطي للرضيع جرعة من سائل مشكل من الكمون والقصبر والسنبلة وأعشاب أخرى تحضرها مسبقا. فيقاوم هذا الرضيع نكهة هذا السائل المفيد لأمراض اللوزتين بالبكاء. تواصل الحجة ما مولودة جلسة العلاج، أين تدخل سبابتها في فم الرضيع وهنا لا حيلة له من المقاومة إلا مواصلة البكاء.
في المرحلة الأخيرة يتم طلاء ظهر الرضيع بالطين، ويستمر هو في ملء أرجاء البيت بالبكاء. هذا نقول أش نقول لك المرض أنا اللي جاني قال لي جاني في الحليب كان اللي طايح في الحليب كان اللي طايح ولا اللي طايح ولا اللي طايح لي القرزي ولا اللي طايح لي ضيعت ولا اللي قمت أختي وطاح لي ولا أبا ولا مو طاح لي شو التركات اللي حصلت ولا طاح لي ولا طاح لي. مريض آخر دخل عيادة الحاجة مامولودة، تسارع هي الأخرى بحمله بهذه الطريقة. يقول الناس الكبار إنها تساعد في تنشيط دورته الدموية داخل المخ. الفرق بين هذا الرضيع والذي سبقه أنه صبور لحد الساعة ولم يطلق العنان للبكاء. تدخل مامولودة السبابة كعادتها في فم الرضيع وتمرره من اليمين إلى اليسار، وكأنها تحاول إخراج شيء ما، وهي في ذلك تكرر المحاولة أكثر من مرتين. لا جا الصغير جاوي ولا جا الكبير جاوي وتشوح ما تحقروا نص الليل يجوي يجوها وتجوي تبارك الله. شحال من واحد يجي يضرب لنا في ظلنا ويقول لك مع خضرها ونوريها لي هذه هي المراحل التي تقوم بها خالتي مامولودة مع الرضع الذين يعانون من مرض اللوزتين أو تعرضوا إلى كسر جراء سقوطهم وحتى لطايب فيهم الحليب كما يعرف عند الكثير. وأمام بكاء هذا الطفل الصغير الذي نتمنى له ولغيره الشفاء، فما يسعني إلا أن أقول لكم أنا رمضان معلم لبرنامجي مراسلون. إذا أردت أن تقطع بصفير أو بصفاير عند عم إبراهيم ببرج بعريريج فعليك أن تذهب يوم السبت باكرا وألا تأكل شيء قبل جلسة العلاج التي يستخدم فيها شفرة الحلاقة والملح أعتقد، وأشياء أخرى ستتعرفون عليها بعد قليل. طبعا هذه العملية تختلف من شخص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ففي مكان يسمى بالقلعة بمدينة مازونة تطلب منك خالتي حليمة ألا تستحم لمدة 7 أيام، لكن الشيء الجميل الآخر هو أنها تطلب منك أكل دجاجة عرب وحدك. أنا شخصيا جربتها، ومعاذ بعريسة وأمينة معطاوي أعد لنا هذا الرفورتاش. تشاء الأقدار ويصاب الإنسان بأمراض يستعصى علاجها أو يطول، وأحياناً أخرى يعجز الطب الحديث على الشفاء، غير أن هناك علاج آخر ومضمون 100%، وقد لا يستغرق أيضاً أكثر من ربع ساعة من وقتك. لنتعرف سوياً على قصة عم إبراهيم القاطني بمنطقة ثنية النصر بدائرة مجانة شمال ولاية برج بعريريج عن أسراره في معالجة مرض بوصفير المعروف ببوصفاير. ندوي الصفير لمرض بوصفير ندويه بربي والناس الملح يبرى. راني في 40 سنة وانا هنا ندوي الدراري الصغار ندوي الكبار والشياب، اي المرض اللي جا ليه نتاع الصفير يجي لهنا يبرى باذن الله. في نهار السبت الصباح ما يفطرش، الى فطر ما نحيلوش، نحي الصباح دبو نور ماذا بكم ماذا بك على الفجر يكونوا هنا. داخل دكانة حلاقته الصغيرة يستقبل عم إبراهيم مرضاه من كل مناطق الوطن ليقوما بتداوي هؤلاء من خلال ما يسمى الشلطة.
باش نديرو له يجي لهنا نقعدو فوق الكرسي ندير الموس الماشينه نحسن له هنا فوس الدماغ نتاعو وندير له هكذا نحكو في الدماغ نتاعو هكذا قبل لا نشلطو ندير له هكذا قبل لا نشلطو نشلطو بشوي ماهوش كذا وندلكو ندلكو هنا في جنبو في جبهتو ندلكو هنا وندلكو الدماغ نتاعو هكذا نجبدلو الوذنين ومن بعد نجي للصباع نتاعو كل خطرة نحكم صباع نديرلو هكذا والاخر ثانية هكذا ومن بعد كي نشلطو نحيس الليقة نتاع الصوف نمسحو هذاك الدم اللي ساح ومن بعد نعاودلو. بهذه الأدوات البسيطة والتقليدية جدا المتكونة من شفرة الحلاقة والصوف والملح هي ما يعتمد عليها عم إبراهيم في قطع مرض بوصفير على ثلاث مراحل متتابعة. هاو كيفاش ندير الخواف؟ هاو الماتريال اللي نخدم فيه. هاي الماشينة اللي نحي الصفير. ها كيفاش ندير له؟ هاو كيفاش نحسن له؟ هاتي دك هذا اللي كان تاع الصوف نحي بالصوف هاهي نهز الموس نعاودلو بصبعيا باش ما نضروش هاي الملح ويو هذه هي الناحية تاعي. من جرب التداوي من مرض بوصفير على يد عم إبراهيم أكدوا لنا شفاءهم من المرض حتى التحاليل الطبية أثبتت ذلك ما بعد الشلطة. عم إبراهيم هذا من بكري وما أكد من جد تعول ومشي وما ينحيو نفس الصفير تروحوا عند طبيب ويروحوا مكانش ويجيوا عنده وينحي الصفير يدنق العينك يقول لك عندك الصفير ولا ما عندكش نحيت أنا نحيت ونحى بني نحى عنده برا لاباس به. الحمد لله كنت نعاني من مرض الصفير كان عندي الا وجيت لعم ابراهيم قطعت ثلاث خطرات ورحت عاودت لي زاناليز لقيت بلي ما عنديش صفير بالبركه تاعو اللي هزها على الاب اللي ورثها على الاب تاعو والجد على الجد والاب تاعو وعلمها لولادو والحمد لله رانا نداويو عنده. تم ولاد ولادي نحالهم صفير ونجحوا لاباس عليهم مادام شفنا الناس براو على يدو ما قدرناش نوخر الصفير من الجدود نتاعهم ويلقاو الناس على الشفنجر على يدو ان شاء الله انا يجيو من كل بلاصه اما ذكرى موسى من كل بلاصه يجيبوه لهنا واش ما الديوان تاع السبيطار ما تسدش هذه من عند ربي دعوه من عند ربي اللي مسوي شيء يشافيه ربي. التداوي بالطب البديل له شفاء ايضا وهذا ما اكتشفناه مع قصة عم إبراهيم الذي توارث بركة الشفاء عن أجداده بأبسط الطرق الذي برع فيها قد تكون بركة ربانية أو سر خاص وضعه الله بين أيدي هذا الشيخ في شفاء الناس من السقم والعلة.
إلى سوق هراس وبالضبط في منطقة المشروحة، أين تجتهد خالتي حدى رفقة جارتها في تحويل بذور الذرو إلى زيت يداوي سعال الحاد والجروح البليغة، وذلك بالاستعانة بصخرة سوداء يطلق عليها المقرقبة. متى كيف ولماذا؟ أسئلة أخرى تجيبنا عنها مراسلتنا صابرين ذيب وأمينة معطاوي في هذا الروبورت. متواجد بشرق الوطن بأعالي جبال بلدية المشروحة بولاية سوق هراس. هذا المكان الطبيعي المميز بأشجار الذرو الخضراء المنتشرة في كل المنطقة أغنتها عن كل شيء. نعم، إنه زيت بذور الذرو الطبيعية التي تصنعها أيادي نسوة هذه المنطقة، لكن من خلال حجرة سوداء عجيبة. سما ضرو نحوه ونجيبوه من الجبل وندنوه ونتوه ونقوه ونسوموه نغسلوه كما نقول ونقركبوه فوق السطحة ونعصره. الساعة تشير إلى 8 صباحا، أين رافقنا السيد حد عايش وبعض النسوة اللواتي اشتهرنا بهذه الحرفة إلى أدغال المنطقة لنتعرف على مراحل جني بذور الذرو العجيبة. بكري الصباح 8 ربع على 4 تاع العشاء. اجتماع خالتي حدا مع هؤلاء النسوة صنعنا مشهدا جميلا، وهن يخترن بعناية بذور الذرو الطبيعية من مختلف الأحجام والألوان، وتأتي بعدها مرحلة تنقيته وتصفيته. أصعب مرحلة تمر بها هؤلاء النسوة ما يسمونه التقرقيب بواسطة الحجرة السوداء العجيبة، فهذا النوع من الحجر يسخن بذور الذرو جيداً قبل عصره. فبعد تسخين البذور فوق النار تأتي آخر محطة هي العصر، فأنامل هؤلاء النسوة اسودت واحترقت من شدة الحرارة، فليس من السهل تقطير هذا السائل العجيب حسب ما أكدناهن النسوة. قرقيبة نقرقبو، المهم نبدو من 7 كما نقولوا تعليل، نتعد لواحد تعليل ونحنا نعصر، كامل العصير نزيدو نغالوه ونصفوه. أهالي المنطقة وبالخصوص مستعمل هذا الزيت أكدوا لنا أنه نافع جدا وفعال ويشفي كل داء مستعصي. الكحة مليح للحرق، مليح للحساسية. زيت الذرو نستعمله هنا في ندوي فيه بعض الحوايج، من بينها مثلا الكحة، القراجم نستعمله للشعر، نستعمله للجرح، حروق برشا فوائد منه نستعملوها وجربناه، ومن الناس من قبل اللي استعملوه ونستعمله في ليغاس ثاني مليح. المنطقة هذه تاع المشروحة بالأخص مشتة المزرعة مشهور هذا الزيت في بزاف حوايج، منها نداوي به الحروق، لي زوبيراسيون العمليات الجراحية، أوسي للسعال المرضى اللي عندهم الحساسية، ونعتمدوا عليه هو خير من باكزومبل تروح عند الطبيب، سما فيه منفعه كبيره للصحه تاع الانسان، وهو من بكري سما مديناه كي شغل ديناه من عند الجداد تاعنا. زيت بذور الذرو العجيبه دواء لكل داء، وما زاده فخرا صناعته بانامل حرائر الاوراس الاشم متوارثه عن اجدادنا واسلافنا، فسبحان الخالق في ملكوته. أشقيقة الكزيمة والحر، الله لا يبلي مؤمن بهم، هذه الأمراض التي يعاني منها الكثير ولا يجدون طريقة لشفاء رغم الأدوية الكثيرة التي عادة ما يكون نسبة العلاج
بها مؤقتة. أمام هذا الصداع الذي تشكله الأمراض المذكورة، تجتهد خالتي فاطمة من ولاية تيبازا في إعداد أدوية بالأعشاب تستعين فيها بالقطران والدفلة وأوراق الزيتون للقضاء على الشقيقة الكزيمة والحر. ومراسلنا هشام بن عودة يعرفنا بها أكثر. قد تتساءلون ماذا تفعل هذه السيدة في هذه الأحراش الصعبة، وما هو مصير أوراق الزيتون والدفلة التي تقلم أغصانها؟ هذه الشجرة اللي كم تشوفوا فيها، هذه راهي فيها فوائد كبيرة، يعني مليحة للحر، والحرارة هذه راهي كما يقولوا المرضى تاعها واعر بزاف، قادر حتى يقتل. أنا دائما نحي من هذه الشجرة، نجي نحي الشطبة هذيك تاعها ونغسلو ونقيه ونقطع به الدري صغير. هذا الحر يقبلني مني ما نهدرش، ما نهدرش ولا يقبلني ما نشجع ناكل ولا بالي كان كي قطعت لي المرة الأولى ريال، الدوزيام ريال، الطروازيام ريال تكثر. ولعلاج ما يعرف بشقيقة، تسخن خالتي فاطمة ثمرة اليقطين الجافة على درجة حرارة عالية، ثم تطليها بمزيج من زيت الزيتون والقطران قبل أن تضعها على عدة زوايا من رأس المريض. كانت تحكمني شقيقة فور، كانت تحكمني لهنا منطلق نرقد في الليل، بعد سقسيت على اللي تقطع شقيقة وراو لي هذه المرأة، جيت قطعت عندها دقة خلاص أني ريحت أبدأ ينقص عليها السطر. الحمد لله أنا قبل جيت لي خطرة الأولى بديت ريحت شوية، وذوكا كي زيت جيت عندها استريحت أكثر من مرة الأولى، صافي مازالت لي مرة تالية إن شاء الله.
زيت الزيتون هذه. هاي زيت الزيتون، نقطعوا الثوم هذه نديروها في زيت الزيتون نديروها تغلي، ومن بعد نحو الثوم هذيك نحوها ونعاودوا نديروا معها الشمع هذا، نديروه يطيب كاع مع بعض، كي يطيب يولي كشوط بومادة، طيب كيما يقولوا طيب قديم، طيب قديم 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 تاع الجدود الجدود الجدود. رغم قدم وبساطة هذه الأساليب العلاجية التي تستخدمها خالتي فاطمة، إلا أنها لا زالت تستقطب أشخاصا يؤمنون بقدرتها على شفائهم، وللنية ونفسية المصاب نصيب كبير من هذا العلاج. المبدع دائما محمد نذير سعيدي ركب لنا حلقة اليوم في مايل. هاشتاغ مراسلون حرف الواو مكرر 7 مرات، وتذكروا دائما المراسلون هم أبطال الصحافة. انتظرهم في حلقات جديدة، إلى اللقاء. مهتمين هذو بكل شيء، الأماكن مع الغاشي، حاجة عليهم ما تخفاشي، وذو فريق مراسلون كل ما يقدموهن مفيد، نشكرهم هذو ونزيد، بدها فريق متين وكيد، ذو فريق مراسلون.